أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق اجمعين سيدنا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين. نجدد رفع التعازي إلى سيدنا ومولانا صاحب الأمر إمام هذا الزمان الحجة بن الحسن المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه بمناسبة ذكرى استشهاد جده الإمام العاشر أبي الحسن علي بن محمد الهادي النقي صلوات الله وسلامه عليهما كان من انتشار ذكر الإمام الهمام الهادي عليه السلام أن أقبلت عليه الجماهير المسلمة في زمانه، وحظي عندها بمكانة جليلة، إذ رأوا فيه بقية النبوة ومشكاة الإمامة فالتفوا حوله في مدينة رسول الله صلى الله عليه واله وكان ذلك مدعاة لقلق السلطة العباسية الغاشمة وكان على رأسها آنذاك طاغية بني العباس المتوكل لعنه الله فأمر جلاوزته بأن يذهبوا إلى المدينة المنورة ويستقدم الإمام الهادي عليه السلام إلى سر من رأى اي الى سامراء حيث كانت العاصمه العباسيه انذاك. وكان ذلك بهدف ان يبقى الامام الهادي عليه السلام منعزلا عن الجماهير التي عرفت حقه في مدينه رسول الله صلى الله عليه واله وسائر المدن الاخرى التي كانت لا محاله تمر على هذه المدينه المقدسه مره في السنه على الاقل في موسم الحج. اراد هذا الطاغيه ان يعزل الامام عليه السلام عن الجماهير ويعزلها عنه واراد ان يبقيه فيما يشبه الاقامه الجبريه كما اراد ان يبقى الامام عليه السلام تحت نظره حتى لا يقوم باي تحرك سياسي او ثوري وكان حين استقدم الإمام عليه السلام إلى سامراء المقدسة قد حُجب عن المتوكل بمعنى أن المتوكل منع من دخول الإمام عليه السلام عليه وهذه كانت تعد في عرف ذلك الزمان كانت تعد إهانة وإذلالا. ولم يكف هذا الطاغية لم يكفه أن فعل هذا بالإمام وإنما أنزله في مكان يدعى خان الصعاليك. إمعانا في إذلاله. هذا الخان كان محلا لاستبقاء من هم رهن الاعتقال من الصعاليك اي من اللصوص وقطاع الطرق كانوا يعتقلونهم فينزلونهم في هذا المكان وفي بعض الاحيان كانوا ينزلون فيه ايضا بعض المشردين ممن لا مأوى لهم فعموما كان هذا المكان مكانا لا يليق بالاشراف والامام علي الهادي عليه الصلاه والسلام كان سيد الاشراف في عصره انزلوه في ذلك المكان بهذا القصد كان من الطبيعي أن يتأثر شيعته بهذا الذي فعل به. كان من الطبيعي أنهم حين يدخلون عليه ويرون كيف أنه قد أودع في هذا المكان محتجزا إلى جوار هؤلاء الصعاليك كان من الطبيعي ان يتاثروا ويحزنوا احد هؤلاء الذين تاثروا وحزنوا كان رجلا يدعى صالح بن سعيد هذا الرجل دخل على الإمام الهادي صلوات الله عليه في خان الصعاليك وتأثر كثيرا لما شاهده الرواية هذه يرويها ثقة الإسلام الكليني عليه الرحمة في الكاف الشريف تقول الرواية عن صالح بن سعيد قال: دخلت على ابي الحسن عليه السلام فقلت له: جعلت فداك في, في كل الامور ارادوا اطفاء نورك، والتقصير بك، حتى حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع خان الصعاليك فقال ها هنا أنت يا ابن سعيد افتحوا لي هذا الباب فقال ها هنا أنت يا ابن سعيد ثم أومأ بيده كأن الإمام عليه السلام قال له أولا أنت ها هنا موجود معنا أو لعله يقصد من ذلك أنه ها هنا أنت وأنت من شيعتنا يا ابن سعيد يعني أنت أيضا موجود في سامراء وأنت من شيعتنا وتعرف حقنا وفضلنا وولايتنا العبارة هذه تحتمل الوجهين قال له ها هنا أنت يا ابن سعيد ثم أومأ بيده. الإمام عليه الصلاة والسلام هكذا أشّر وقال انظر، شوف، يقول فنظرت فإذا أنا بروضات آنقات يعني مثل أنيقة روضات حسنة جميلة عجيبة وروضات باسرات يعني روضات طرية فنظرت فإذا أنا بروضات آنقات وروضات باسرات فيهن خيرات عطرات وولدان كانهن اللؤلؤ المكنون واطيار يعني طيور وظباء جمع الظبي وظباء وانهار تفور فجاه وجدت نفسي في الجنه رأيت هكذا نظرت فإذا أنا بين هذه الأمور التي تمثل ملامح الجنة. يقول: فحار بصري وحسرت عيني، فقال الإمام عليه السلام له: حيث كنا فهذا لنا عتيد. يعني أينما نكون فهذا الذي أنت رأيت هذه الروضات الآنقات والروضات الباسرات والأنهار التي تفور والخيرات الحسان والولدان الذين هم كأنهم, وكأنهم اللؤلؤ المكنون إلى غير ذلك يقول هذا كله أينما نكون يكون هذا حاضرا لنا هذا عتيد لنا اي حاضر لنا موجود. قال حيث كنا فهذا لنا عتيد لسنا في خان الصعاليك. انت تاثرت صحيح حين جئت الينا ورايتني في هذا المكان الذي لا يليق بنا نحن اهل بيت النبوه صلوات الله عليهم ولكن انا الان اكشف لك عن واقع اخر هو هذا الواقع الذي رايت هذه كانت معجزه لا شك ولكن الذي ينبغي ان نتداوله في هذا اليوم او في هذه الليله هو البحث في وجهها في تفسيرها تفسير هذا الذي وقع من الامام عليه الصلاه والسلام ما هو هنالك تفسيرات طرحت من قبل العلماء لهذا الذي حصل من الامام صلوات الله عليه احدى تلك التفسيرات ان هذا الذي شاهده صالح بن سعيد كان عباره عن ايجاد في الهواء كان الله تعالى اوجد له كما اوجد للامام عليه السلام هذه الاشياء التي ذكرها الروضات والانهار الى ما هنالك والاطيار الى ما هنالك اوجدها فجاه بالهواء تثبيتا لقلبه مثلا هذا احتمال احتمال اخر طرح اخر طرحه العلماء قالوا لا الذي اوجد هو ايجاد في الحس يعني الله عز وجل أوجد في حسه في حس صالح بن سعيد هذه الأشياء فجعله ماذا يحسها ولكن هي في الواقع أي في المكان الذي هم كانوا فيه في خان الصعاليك لم توجد حتى في الهواء لم توجد مجرد إحساس جاءه هذا إحتمال ثانٍ احتمال ثالث قالوا هذا ايجاد فيما يشبه المنام شلون انت حينما تنام تجد نفسك في عالم اخر وتستشعر امورا وتظنها حقيقه الى ان تنهض من النوم او تفيق من نومك يقولون شيء مشابه لهذا وقع كانه نام لكنه لم ينم كان نوما من نوع منامات اليقظه كما يقولون وتصورت له هذه الامور وهذه الاشكال فظنها حقيقه وفائدتها هي كما قلنا تسكين قلبه هنالك احتمال رابع هذا نطرحه نحن نقول ان هذا الذي جرى وراه كان من قبيل الطي طي المسافات الامام عليه السلام وصالح بن سعيد كان في خان الصعاليك اين على الارض اين في سامراء المقدسه هذه الامور المذكوره الروضات والانقات والروضات الباسرات فيهن خيرات عطرات وولدان كانهم اللؤلؤ المكنون واطيار وضباء وانهار تفور الى ما هنالك هذه امور تعتبر من خواص الجنه كما لا خلاف فيه فكان الامام عليه السلام حين اشار بيده طوى المسافه بين الارض وبين السماء بين الارض وبين الجنه حتى اقتربت الجنه الى حيث كان هو فراى هذا الرجل صالح بن سعيد راى هذه الامور هذا طي للمسافه وهنالك احتمال خامس وهو طي البصر طي البصر أي أنه استطاع بأن يجعل بصره يبصر ماذا؟ يبصر الجنة مباشرة ولكن لا يخفى أن هذين الاحتمالين الأخيرين بعيدان عن روح النص إنجاز التعبير لأن الإمام صلوات الله عليه يقول حيث ما كنا أو حيث كنا فهذا لنا عتيد أي هذا لنا حاضر حيث كنا إذا لا بد أن تكون هذه الموجودات من الأنهار والأطيار والروضات لا بد أن تكون حاضرة في المكان فنستبعد بذلك طي المسافة او طي البصر لانه طي المسافه لا يجعل هذه الامور حاضره وكذلك طي البصر فهذان الاحتمالان بعيدان وكذلك الاحتمالين اللذين قبلهما وهو ايجاد هذه الامور في الحس او في حاله تشبه المنام هذا ليس حضورا حتى يعبر الامام عليه السلام حيثما كنا فهذا لنا عتيد يبقى اذا الاحتمال الاول وهذا الاحتمال الاول ايضا بعيد وان كان ينطبق عليه ان هذه الامور تكون حاضره لان الاحتمال الاول يقول ان هذه الامور اوجدت في الهواء طيب مو مشكله صحيح ينطبق عليها الحضور ولكن كيف يسع كل هذه الامور خان الصعاليك؟ خان الصعاليك يسع مو روضه واحده بل روضات آنقات وروضات باسرات وانهار تفور واطيار و هذا كون كامل اشلون وسعته ماذا؟ قطعه من الارض عليها قط... عليها بناء محدد. شلون صار حتى توجد كل هذه الامور في هواء فضاء هذه البقعه او هذا المبنى هذا الخان فكل هذه الاحتمالات اذا محل نظر بل هي بعيده فما هو التفسير الصحيح او الامثل الذي يمكن لنا أن نفسر به هذه الأعجوبة التي وقعت، الجواب إنا نقول إن الإمام أبا الحسن الهادي صلوات الله عليه ما فعله حين أشار بيده هكذا وقال لصالح بن سعيد: انظر، انما هو إراءة له لعالم آخر او لكون آخر متداخل مع عالمنا وكوننا في بعد آخر هذا مبحث جدا عميق. أريد منكم شيئا من التركيز معي إلى أن ننتهي منه إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة. نحن نرى أننا وإن كنا نعيش في هذا الكون الآن فإن هنالك أكوانا أخرى عوالم اخرى متداخله مع هذا الكون الذي نحن فيه، في ابعاد متعدده لا تكون مرئيه. هنالك كما هو معلوم ابعاد ثلاثه للاشياء للموجودات. كل موجود كل ماده لها ابعاد ثلاثه البعد السيني، البعد الصادي، البعد العيني، يسمونه شيء ثلاثي الابعاد، مو هالشكل؟ بعض النظريات المستحدثه في الفيزياء قالت بما سموه البعد الرابع. بانه هنالك بعد رابع فيه نقاش طويل عريض ثم الاحدث من النظريات الفيزيائيه توصلت الى ان الابعاد لا تقف على اربعه الابعاد المعروفه ثلاثه البعد الرابع هم في كلام مع ذلك النظريات الحديثه في الفيزياء الاحدث تقول بان الابعاد تصل إلى أحد عشر بعدا من بينها أبعاد المسافة أبعاد الزمان أيضا إلى البعد الحادي عشر وهذه نظرية شمولية تكاملية تسمى اليوم بنظرية الأوتار الفائقة النظرية الشمولية هذه التي أيضا يطلق عليها نظرية ام ام ثيوري يقول هؤلاء الفيزيائيون الجدد في محاولات تفسيرهم لنشأة الكون والأبعاد الخفية فيه يقولون إن كوننا هذا متداخل مع اكوان اخرى، عالمنا هذا متداخل مع عوالم اخرى في ابعاد متعدده، لماذا؟ يقولون لان الماده ما هي الا عباره عن اوتار من الطاقه، ولهذا سموها نظريه الاوتار. اوتار من الطاقه، والطاقه حيث انها حره تتمدد فإن الأبعاد تصل إلى حد أحد عشر بعدا وبهذا يكون من نتائج ذلك أنه في الحيز الواحد التفت في الحيز الواحد تكون يكون هنالك أك من عالم أكثر من كون كل من هذه العوالم او الاكوان فيها موجودات متداخله لكنها غير مرئيه بل يقولون ان كوننا هذا ووجودنا هذا كله في سياق هذه الاكوان ليس سوى غشاء غشاء هكذا وهذا الغشاء مع اغشيه اخرى ما ان تتصادم بحقيقتها يحدث ما يسمى الانفجار الكوني الذي تنشا منه المجرات والمجموعات الشمسيه والشموس والكواكب والاقمار الى ما هنالك. نظريه جدا معقده وفيها بحوث طويله وتجارب الان تجرى لاجل اثباتها. نحن نرى أن هذه النظرية موجودة في تراث أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام منذ أكثر من ألف وثلاثمائة سنة ألف ثلاثمائة وخمسين سنة على الأقل. هذه موجودة. الروايات الشريفة دلتنا على وجود هذه الحقيقة أنها هنا أكوان متعددة أبعاد. وعوالم متعدده متداخله في الحيز الواحد، الان احنا في هذه القاعه في هذا الحيز، نحن موجودون وهنالك اشياء اخرى موجوده تنتمي لكون اخر وابعاد اخرى البعد السادس السابع الثامن نحن لا نراها هي ليس بالضروره ان ترانا نعم في ظروف ما في حالات ما يمكن ان يكشف عنا هذا الغشاء او هذا الحجاب فننظر ونبصر للعوالم الاخرى والعكس بالعكس والذي حصل من الهادي عليه السلام لصالح بن سعيد انه اوصله الى هذه الحاله حاله الاراءه جعله يرى قال له انظر هكذا كشف له هذا الحجاب قال له روح شوف فرأى الابعاد الاخرى للمكان الذي هو موجود فيه الاثار الشريفه عن ائمتنا عليهم السلام التي دلتنا على وجود هذه الحقيقه التداخليه فيما بين الاكوان والعوالم آثار عديدة، أنا أنتخب لكم منها أثرين بالإضافة إلى هذا الأثر الذي قدمنا عن إمامنا صاحب الذكرى علي بن محمد الهادي صلوات الله عليهما، انتخب لكم فقط أثرين من تاريخ وسيرة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الأثر الأول يخص بعدا يتعلق بالسعداء والاثر الثاني يخص بعدا يتعلق بالاشقياء. بعد الاول للنعيم، البعد الثاني للجحيم. لاحظوا هاتين الروايتين. وهما تمثلان مثالين واضحين لحقيقه هذا التداخل. الروايه الاولى في الكافي الشريف بسنده عن حبه العرني. هذا من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قال: خرجت مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى الظهر، الظهر يعني ظهر الكوفة، يعني ماذا؟ النجف الأشرف، يقول خرجت معه إلى هناك، فوقف بوادي السلام كانه مخاطب لاقوام. شفت امير المؤمنين رايح هناك واقف بوادي السلام وده يخاطب اقوام لكن ما موجودين غير موجودين. كانه مخاطب لاقوام. فقمت بقيامه، يعني امير المؤمنين واقف انا هم واقف مثله خلفه. حتى اعييت تعبت. تعبت، أعييت حتى ثم حتى أعييت ثم جلست حتى مللت، يعني أمير المؤمنين طوال هاي الفترة واقف يخاطب أقواما أنا وقفت في البداية إلى أن تعبت فجلست ومن الجلوس هم مللت فقمت يقول حتى أعييت ثم جلست حتى مللت ثم قمت مرة ثانية وقفت غير وضعيتي حتى نالني مثل ما نالني أولا أم مرة أخرى أعييت وجلست حتى ثم جلست حتى مللت ثم قمت كم مرة هذا يتكرر الآن وأمير المؤمنين طوال الوقت واقف لم يعي ولم يتعب ولم يمل يقول ثم قمت وجمعت ردائي قلت ردائي هم ويا وجمعته فقلت يا أمير المؤمنين إني قد أشفقت عليك من طول القيام فراحت ساعة شوي ارتاح طوال الوقت آه واقف أنا تعبت ومللت أشفقت عليك من طول القيام فهل استرحت ساعة شوي استريح ثم طرحت الرداء ليجلس عليه مو هذا الرداء اللي أنا جمعته أخذت فردته وطرحته حتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه يجلس على هذا الرداء فقال لي يا حبه إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته أنت مللت صحيح ليش؟ لأنه أنت بس واقف هالشكل أنت ما تسمع ولا ترى أنت ما تدري شنو دي يصير أما أنا طوال هذا الوقت أحادث مؤمنا وأؤانسه أحادث مؤمنين وأؤنسهم وأونسهم فالوقت يجري وما يصير بملل ملل ولا تعب إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته هذا تعجب حبة العرني قال قلت يا أمير المؤمنين وإنهم لكذلك يعني هؤلاء أكو ناس هنا موجودة أنا ما أشوف أحد في وادي السلام هذول موجودين وبالفعل أنت تتحدث معهم وتؤانسهم إلى ما هنالك وإنهم ذلك قال نعم ولو لا لاحظ المسألة ولو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا هيك حلقات قاعدين محتبين محتبين يعني جالسين الاحتباء هذه الجلسة التي يجمع فيها الرجلان الى الصدر، هالشكل قاعدين، تعرفوها الجلسة هالشكل قاعدين وده يتحدثون يسولفون وكذا في وادي السلام، هذا عالمهم. قال نعم ولو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا محتبين يتحادثون. فقلت اجسام ام ارواح؟ فقال: ارواح وما من مؤمن يموت في بقعه من بقاع الارض الا قيل لروحه: الحقي بوادي السلام، الى هنا الامر شبه عادي ولعله ما نحتاج الى تفسيره بالابعاد والاكوان المتداخله، ليش؟ لانه نعلم ان الارواح هي اجسام لطيفه لا ترى بالعين المجرده، فليس هنالك مانع في بقائهم في نفس الحيز باعتبار اللطافه، ليس هنا من ضروره لتفسير الامر فيزيائيا بأنه لا بد من وجود أبعاد متعددة وأكوان متعددة متداخلة ولكن ذيل الخبر هو ما يلجئنا إلى هذا التفسير كيف يقول أمير المؤمنين عليه السلام يقول أرواح وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه الحقي بوادي السلام "وإنها" يعني هذا وادي السلام لبقعة من جنة عدن جنة عدن وين صايرة؟ على الأرض صايرة لو المفروض فوق السماوات مو هالشكل المفروض؟ طيب إذا كيف صار بقعة منها على الأرض؟ شلون تصير هذه؟ هي جزء من جنة وفي نفس الوقت تصير جزء من ارض، شلون يصير؟ لا جواب لهذا الا على نظريه الاكوان المتداخله، نعم، هذا مثال. مثال ثاني لعله اظهر من الاول. هذا المثال يخص السعداء. خلينا نشوف المثال الذي يخص الاشقياء. الرواية يرويها الصفار عليه الرحمة في بصائر الدرجات وتحديدا في الصفحة أربعمائة وواحد وأربعين بسنده عن سواد أبي يعلى عن بعض رجاله قال قال أمير المؤمنين عليه السلام للحارث الأعور وهو عنده الحارث الهمداني هل ترى ما أرى تشوف اللي انا اشوفه فقال كيف ارى ما ترى؟ وقد نور الله لك واعطاك ما لم يعط احدا. قال امير المؤمنين عليه السلام يقول ركز قال هذا فلان الاول يعني من؟ ابو بكر لعنه الله. الأمير عليه السلام يقول هذا أبو بكر أما الرواة والنساخ خافون بعضهم فيكتبون هذا فلان الأول قال هذا فلان الأول على ترعة من ترع النار شنو يعني ترعة من ترع النار يعني مسيل أو جدول من جداول النار شوفوا النيران شلون تمشي شكل في جدول أو في مسيل ما يقول هذا ابو بكر على واحد من هذني من هذه ينصب عليه حميم هذا فلان الاول على ترعة من ترع النار يقول يا ابا الحسن استغفر لي لا غفر الله له زين قال فمكث هنيئة ثم قال يا حارث هل ترى ما أرى فقال وكيف أرى ما ترى وقد نور الله لك وأعطاك ما لم يعط أحدا قال هذا فلان الثاني عمر بن الخطاب على ترعة من ترع النار يقول يا أبا الحسن استغفر لي لا غفر الله له ألحق بهذه الرواية رواية هي تتحدث عن نفس الواقع لكن بألفاظ أخرى توضح لنا أيضا بعض الأمور الرواية هذه رواها أبو الصلاح الحلبي رضوان الله تعالى عليه في تقريب المعارف في الصفحة مئتين واثنتين وأربعين عن الأصبغ بن نباتة وعن رشيد الهجري وعن أبي كدينة الأسدي أو الأزدي على اختلاف النسخ وغيرهم من أصحاب علي عليه السلام بأسانيد مختلفة يقول أبو الصلاح يعني ما عندنا سند واحد فالخبر هذا مستفيض له أسانيد مو سند واحد قالوا كنا جلوسا في المسجد إذ خرج علينا أمير المؤمنين عليه السلام من الباب الصغير يهوي بيده عن يمينه يأشر الشكل يتبين أن الحادثة مو فقط رآها الحارث أو سمعها شاهدها من أمير المؤمنين عليه السلام الحارث الأعور فقط وإنما جماعة من أصحاب أمير المؤمنين يهوي بيده عن يمينه يقول أما ترون ما أرى قلنا يا أمير المؤمنين وما الذي ترى قال أرى أبا بكر عتيقا لأنه هو اسم عتيق ابن أبي قحافة اسم الأصلي يقول أرى أبا بكر عتيقا في سدف النار يشير إلي بيده يقول استغفر لي لا غفر الله له وزاد أبو كدين إن الله لا يرضى عنهما يعني عن يعني أمير المؤمنين عليه السلام يقول متحدثا عن أبي بكر وعمر يقول إن الله لا يرضى عنهما حتى يرضياني وأيم الله يعني قسما بالله لا يرضياني أبدا أبدا ما أرضى عنهما روح قول لذاك الذي يدعي أنه ينتسب لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهم يصر يقول رضي الله عنهما ولا جهز جواب لي أمير المؤمنين يوم القيامة جاهز جواب لربك يوم القيامة فترضى عن اثنين أمير المؤمنين يقسم يقول أبدا لن أرضى عنهما ورضا الله مربوط برضاي يلا إن الله لا يرضى عنهما حتى يرضياني وأيم الله لا يرضياني أبدا وسئل عن السدف لانه هو قال على سدف من النار في سدف النار سئل عن السدف ما هو؟ فقال الوهدة العظيمة زين هاتان الروايتان تؤكد الذي قلناه اين هي الجنة واين هي النار حتى يكون شيء منهما حاضراً ها هنا على الأرض الجنة هناك المفروض فوق السماوات السابع وين مكانها؟ إشلون صار على الأقل جزء منها في وادي السلام زين والنار أيضاً مكانها في مكان آخر إشلون صار ترعى من ترى النار يكون على الأرض وأمير المؤمنين يرى ذلك في الكوفة ويؤشر يقول هذول هنا موجودين هذا أبو بكر وهذا عمر هذا على هذه الترعة هذا على هذه الترعة وكلاهما يخاطبان ويقولان لي ماذا استغفر لنا يا أبا الحسن استغفر لنا لا غفر الله لهما شلون هذا يصير هذا كما قلنا إنها أكوان متعددة ذات أبعاد متعددة متداخلة الروايات الشريفة هكذا ذكرت ولعل بعض الناس من قصور علمهم وقصور إدراكهم حين تأتيهم هذه الروايات فيما مضى كانوا يهزؤون بها لعله يرفضونها يعتبرونها شيئا من الخيال الذي لا واقع له لماذا لان العقول محدوده يقول شلون هذا يصير وين الجنه وين النار هذا حكي يمكن مغالين وكذا مو كلام مقبول ليش حدودهم حدود ادراكهم قاصره والان سبحان الله كلما يتقدم البشر في العلوم نكتشف صدق ما جاء به ال محمد الطاهرين عليهم الصلاه والسلام، يا اخي انت تواضع للعلم شويه اصبر، هذا قدامك الان فيزيائيين عمالقه الان يقولون بنظر بنظريه الاوتار، اوتار الطاقه هذه. يقول لك الكون كله هذا الكون بما فيه من موجودات كلها عباره عن اوتار من الطاقه المتناهيه الصغر. وحيث انها هكذا فان الاكوان تتداخل بحيث يمكن ان يكون في الحيز الواحد اكثر من جسم موجود في الحيز الواحد لكن بابعاد مختلفه كله في الحيز الواحد في المكان الواحد لانه اكثر من مكان كل مكان له ابعاده التي تنتمي لكونه لعالمه إلى أن أوصلوا عدد الأبعاد من مجرد ثلاثة التي تعارف عليها البشر الأبعاد الثلاثية أوصلوها إلى أحد عشر بعدا ولعل المستقبل يكشف عن أبعاد أكثر وأكثر نظريات فيزيائية كبيره معقده عملاقه عمالقه الفيزياء الان يقولون بهذه النظريات ويجرون التجارب من اجل اكتشافها وتوثيقها بحيث تصبح حقائق علميه وللعلم هذا الامر الذي نقول به يحل كثيرا من الاشكالات والاشتباهات لانه منذ القديم كان المتكلمون الاسلاميون يبحثون هذه المسائل بكثير من الحيره والدهشه لكن مع الاسف ما رجعوا جيدا الى روايات الائمه الطاهرين عليهم الصلاه والسلام التي يستشف منها الذي قلناه فتنحل هذه الاشكالات. منذ القديم كان المتكلمون يبحثون في هذه الشبهه في هذا الاشكال العظيم انه القران وصف الجنه بان عرضها عرض السماوات والأرض يقولون إذن أين بقي مكان لجهنم أين بقي مكان للسماوات أين بقي مكان للأرض إحنا الآن في أرض أم في جنة المفروض إحنا وين في أرض طيب إذا جنة عرضها السماوات والأرض فإذا لا بد أن تكون محتوية علينا ونحن في الأرض هاي شلون حل هذا كل واحد يقدم له جواب في حين هذا جواب سهل يسير بناء على هذه النظريه الجنه متداخله معنا يعني شنو الجنه متداخله معنا؟ يعني الان في هذا المكان الذي نحن جالسون فيه هذه ايضا قطعه من جنه ولكن في بعد ما غير مرئي بالنسبه الينا. ايضا في نفس المكان الذي نحن فيه ممكن ان يكون ماذا؟ قطعه من نار جزءا من نار وان جهنم لمحيطه شنو بالكافرين شلون اذا محيطه صار اكو حاله احاطه هذا شلون تفسره ممكن ايضا تكون يكون جزءا من نار في بعد اخر غير مرئي هذا ممكن ما بين ابري ومنبري شنو روضه من رياض الجنه بعد من الابعاد كربلاء المقدسه كما في الروايات ارض من اراضي الجنه بل هي عروس اراضي الجنه زين هذا شنو تفسر. هذه كلها تظهر ماذا؟ تظهر ان هنالك تداخلا بين الابعاد تداخلا بين العوالم العوالم متداخله شويه وسع فكرك ونظرك وسع لا تنظر للأمور كما هي الآن فقط المحسوسات والمشاهدات تقول إيه هذا الشيء هذا الآن الميكروفون هذا ثلاثي الأبعاد فله ثلاثة أبعاد لا أكو بعد رابع وخامس وسادس إلى أحد عشر بعدا ولكن غير مرئي غير مرئي وهذا الكون الذي نحن نعيش به كله هذا كله بما فيه من مجرات عملاقه وبما بما فيه من اسرار ما هو الا كون من الاكوان السماوات السبع سابقا كان بعض العلماء حتى من منا نحن الشيعه تسرعوا وفسروها بماذا؟ بما اكتشف سابقا من انه الافلاك السبعه يعني هاي الكواكب مالتنا ماكو عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل حسبوها سبعة مع الأرض قالوا خلص هاي هي كل هذه الأراضون السبع مو شكل وفوقها شنو كل غلاف جوي لكل واحد من هذه هي السماوات السبع بعدين تبين لا يا بوين إلى الآن قصور في النظر لما اكتشفت المجرات واكتشفت ال حتى في مجموعتنا الشمسيه وصلوها الى كم كوكب وبعدين تراجعوا مثلا بلوتو اللي كان يعتبروه كوكب بعدين تراجعوا اخيرا يمكن 2004 2005 تراجعوا عن عده كوكبا مستقلا من كواكب المجموعه الشمسيه، قالوا لا هذا فقط يعني اي من التوابع او كويكب او شيء من هذا القبيل من الاجسام الفضائيه التي تدور ضمن ال المجموعة الشمسية ليس كوكبا مستقلا بذاته فأيا كان لما هذا التواضع للعلم جيد الصبر جيد احنا ما عرفنا شيئا يذكر هذه الروايات التي تقول أن صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام لما يظهر يظهر للناس علوما وعلوم بحيث يكتشفون أن كل ما كان لديهم من علوم ومعارف لا يتجاوز حرفين والإمام يظهر لهم سبعين حرفا شنو تفسر هذا؟ يعني إحنا ما عدنا حتى عشر معشار العلوم والمعارف شوية نتواضع نصبر نعرف حقائق اكثر في المستقبل تتجلى لا يا اخي السماوات السبع يمكن تفسيرها والارضون السبع ايضا يمكن تفسيرها باختلاف وتعدد الابعاد والعوالم المتداخله يمكن تفسيرها بهذا ائمه اهل البيت عليهم السلام كثيره هي الروايات التي كلها تدور هذا المدار أنا قلت فقط انتخبت نماذج سريعة منها وافتتاح كلامنا كان على الرواية التي رويت عن إمامنا الهادي عليه الصلاة والسلام، بأنه كشف لصالح بن سعيد كشف له بعدا أراه إياه بخلاف الروايتين عن أمير المؤمنين، الروايتان عن أمير المؤمنين ما كشف امير المؤمنين لاصحابه حال ابي بكر وعمر، اكتفى بانه هو الذي يراهما ويغلب على ظني ان العله في ذلك ان المكشوف من اهل النار فتفزع قلوبهم يموتون ما يتحملون واحد يقدر يشوف النار صعب جدا صعب يعني حال ابي بكر وعمر في العذاب حال مفزعه تفزع القلب فلذلك أمير المؤمنين لاحظ هنا أنه ما كشف لأصحابه قال انظروا ما خلاهم ينظرون ما رفع البعد هذا أو ما كشف عن ذلك البعد بخلاف الحال الأولى لأنها تخص حال السعداء بساتين روضات أنهار. إلى آخره فهذا القلب لا يفزع منها بل بالعكس أنه يفرح وينشط فكشف الإمام الهادي عليه السلام ذلك لصالح بن سعيد أيه. فإذا لا بد إذن أن ننظر لمثل هذه الآثار بنظرة تجديدية علمية شوية ننظر لها بنظرة تفسر أكثر زين هنا يأتي سؤال أنه علمنا بأن المعصوم صلوات الله عليه له أن يرينا لأن له قدرة من قدرة الله عز وجل هو يستطيع أن يأشر هالشكل يكشف حجاب يكشف بعدا يكشف عالما يكشف كونا هذا صحيح هذا أمر طبيعي هنالك روايه سبق ونقلناها اكثر من مره ان الامام زين العابدين صلوات الله عليه لما جاءه ذلك العراف قال له الامام عليه السلام ما مضمونه هل تعرف رجلا مر في سبعين عالما من عالمكم هذا كعالمكم هذا وتكلم مع سبعين خلقا كخلقكم هذا وهو في مكانه يعني هذا جالس في مكانه قال لا ما اعرف واحد هكذا يا ابن رسول الله قال انا هو هذا هم يفسر ان الابعاد المختلفه كما قلنا يستطيع الانسان ان يسافر بين هذه الابعاد اذا كانت له هذه القدره ولعل ذلك ايضا يفسر حادثه الاسراء والمعراج وكيف ان النبي صلى الله عليه واله اسري به واعرج به وعاد من جديد والباب الذي خرج منه كان الى الان يرتد يعني من رجع رجع في لحظه بالنسبه الى زماننا لحظه واحده لكن هي بالقياس الى الابعاد الاخرى ذات الازمنه المختلفه تطول الى الاف ربما السنين وهذا للعلم حتى فيزيائيا الان ثابت، هذا ثابت هاي مو نظريه انه حسب الفيزيائيين حتى التقليديين انه يقولون هكذا كفرضيه يقولون بالامكان اذا ما استطعنا ان نسرع سرعه الصاروخ الى سرعه تسبق الزمن، انه صاروخ ينطلق من الارض الان. ثم يذهب في الكون ويعود من جديد بالسرعة الفائقة ويصل قبل انطلاقته قبل ما الصاروخ ينطلق تصدق له لا هذا هكذا يقول الفيزيائيون يقولون يصير ولكن هذا يقولون الآن محال لماذا لأن ذلك معناه تحطم الصاروخ بالكلية يعني هذا معناه ليس هنالك قدرة للبشر أن يسرع سرعة الصاروخ بحيث تسبق الزمن ومعادلات الزمن حتى يعود إلى الأرض من جديد قبل انطلاقته قضايا معقدة جن العقل مثل ما يقولون سايح. هذه الفيزياء هذه الفيزياء والفيزياء الحديثة أيضا وفيزياء الكم إلى ما هنالك كلها عبارة عن مدارس فيزيائية بدأت تصل إلى حقائق أعمق مما كان يتعاهده البشر في تفسيرهم للموجودات وللوجود ولما في الوجود مساله جدا اعقد الان علمنا ان المعصوم فوق هذه المعادلات يستطيع هو بقدرته التي منحها اياه الله عز وجل ان يكشف هذه الابعاد او يتحرك فيما بينها او يكشفها لبعض خواصه او اصحابه ولكن يا ترى أنا وأنت هل يمكن لنا أن نصل إلى شيء ما يمكننا من أن ننفذ في هذه الأبعاد وهذه العوالم أم لا ناء المسألة الجواب يمكن ولكن لا على نحو الإطلاق يمكن لا على نحو الإطلاق كيف؟ تتذكرون محاضرتنا في الأسبوع الماضي؟ لما تحدثنا عن أي شيء، عن أن اليقين خطرات. هذا اليقين إخواني يمكن له أن يوصلك للذي قلناه. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون شنو؟ علم اليقين لترون الجحيم، يعني ترى ذلك البعد. ترى ذلك البعد. ترى البعد الذي فيه الجحيم. هذا البصر يتقوى بسبب اليقين يصل الى ان ينفذ الى بعد اخر ويراه هذا عباره عن نافذيه من بعد كوني الى بعد كوني اخر بحيث ترى الجحيم كما هي ثم لترونها شنو؟ عين اليقين هذا يصير في الاخره اللي تشاهدها عيانا عيانا نشاهدها يعني مو من خلال ناف نافذية البصر للأبعاد الأخرى لا أنت بكلك تنتقل إلى ذلك البعد وتفسير الموت والحياة يصير بهذه الطريقة إخواني أن الموت هو في واقعه انتقال من بعد إلى بعد ليس أكثر منها الموت هو هذا أولا تنتقل الروح ثم يلحقها الجسد حال الحشر الجسد يلحق حتى الجسد المادي هذا الفيزيائي ينتقل الى فيزياء البعد الاخر شلون معادلات غيبيه اما تصير الله خلق كل هذه المعادلات كلها خلق وتنحل هنا كثير من الاشكالات او الامور غير المفهومه عند الناس حتى الامور غير الامور المتعارفه واحد من الأمور المتعارفة فيما بيننا أن الزهراء عليه الصلاة والسلام مثلا تحضر في كل مجلس يذكر فيها ابنها الحسين عليه السلام طيب ممكن يكون في الآن نفسه في اللحظة نفسها أكثر من مجلس في أكثر من قارة في الأرض فهذا شلون يتفسر البعض يقولون لا تحضر شوية هنا وشوية هناك مثلا لا يا اخي. هذا الحضور أنت حينما تقيد تقيد الموجود بأنه لا بد أن يحضر في حيز ما اعلم أن له أن يحضر في أكثر من حيز مكاني زماني تابع للأبعاد أبعاد العوالم المتداخلة يصير ممكن فلو قويت يقينك يمكن أن تصل إلى مرحلة أن ترى أو تنفذ الى الابعاد الاخرى ببصرك وسبحان الله القضيه مترابطه بحيث يصح انعكاسها كما انه لو قويت يقينك فانك ترى الجحيم كلا لو تعلمون علم اليقين يصير عندك هذا اليقين لترون الجحيم العكس هم يصير اذا ما رايت الابعاد الاخرى التي يمكن اطلاق كلمه الملكوت على مجموعها. زين؟ هذه الابعاد فهذه ان رايتها وكشفت لك، اريتها يعني الله اراك اياها او المعصومون عليهم السلام، هذا يوصلك الى مرحله اليقين كما قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون شنو من الموقنين شيء يوصل إلى شيء بالعكس تشوف الملكوت هذا صالح بن سعيد رأى شيئا من الملكوت رأى شيئا من ذلك البعد فوصل إلى جاءتهم لحظة يقين لا أقل لأن اليقين ماذا خطرات جاءته خطرة يقين زين والعكس بالعكس تقوي يقينك يمكن أن تصل إلى مرحلة أن تنفذ لا أقل ببصرك وسمعك إلى الأبعاد الأخرى وهذا له شاهد أيضا في الروايات يعني كلامنا كما تعلمون ليس مجرد فرضيات بلا استناد لما جاء في تراث النبي وآله عليهم الصلاة والسلام هنالك رواية شريفة عجيبة يرويها أيضا ثقة الإسلام عليه الرحمة في الكاف الشريف في باب حقيقة الإيمان واليقين في باب حقيقة الإيمان واليقين قضية مرتبطة باليقين وصدق الإيمان بسنده عن اسحاق بن عمار قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ان رسول الله صلى الله عليه واله صلى بالناس الصبح فنظر الى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي براسه يعني من شدة الاعياء والتعب هكذا راسه يخفق هكذا ويتمايل كلش تعبان مصفرا لونه قد نحف جسمه وغارت عيناه في راسه يعني من شدة البكاء عيناه غارتا في راسه صارت هكذا صغيرتان ضئيلتان كانهما دخلتا في راسه من شدة البكاء فقال له رسول الله صلى الله عليه واله كيف اصبحت يا فلان؟ قال اصبحت يا رسول الله موقنا. وصل الى مرحله اليقين صار موقنا. فعجب رسول الله صلى الله عليه واله من قوله وقال ان لكل يقين حقيقه اليقين مو مجرد حاله شاعريه مثل ما بعض الناس يظنون اليقين حقيقه ولكل يقين حقيقه ترى اشياء تسمع اشياء انا ذات مره قبل سنوات نصحت بعض الاخوه المؤمنين قلت لهم اعملوا بهذه الروايه في شهر رمضان الرواية تقول من أراد أن يعني يصل إلى مضمون الرواية يصل إلى اليقين يكون شديد اليقين فينا أهل البيت عليهم السلام الإمام الصادق يعلمهم هالطريقة يقول اقرأ في كل ليلة من ليالي شهر رمضان من الليلة الأولى إلى الليلة الثالثة والعشرين ليلة القدر اقرأ ألف مرة سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر مع التوجه والخشوع ويقول الإمام يقول ما مضمونه في الليلة الثالثة والعشرين افتح أذنيك جيدا وافتح عينيك لتكون لترى العجائب لترى وتسمع العجائب أو لتسمع العجائب مما ترى بعض العلماء عملوا بذلك وخروا مغشيا عليهم لأنهم رأوا صعود ونزول الملائكة شافوه هذا انكشاف بعد انكشاف بعد فواحد ممكن يغشى عليه هذا موجود كلها في التراث عندنا موجود فاليقين مو حاله شاعريه اليقين حقيقه لها مشاهدات لها مسموعات فهنا النبي صلى الله عليه واله يسال هذا الشاب يقول له ان لكل يقين حقيقه فما حقيقه يقينك فقال ان يقيني يا رسول الله هو الذي احزنني واسهر ليلي واظما هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتى كاني أنظر إلى عرش ربي شوش قد بعد ينكشف إلى حد يقدر يبصر العرش كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم هنا واحد يتعجب يقول هل هذا البعد هو بعد مستقبلي نعم المستقبل بعد، الماضي بعد، الحاضر بعد من الابعاد، يعني اذا وصلت الى مرحله من اليقين يمكن لك ان تنظر الى المستقبل، يمكن لك ان تنظر الى الماضي عيانا هذا ممكن حتى للعلم النظريه النسبيه مالت اينشتاين تفسر هذا الشيء يعني حتى النظرية النسبية اللي على الآن طبعا عليها إشكالات ومجددة عليها تنقيحات نقدر نقول هو هاي النظرية النسبية تفسر لك تقول لك إيه نعم هو شنو شنو الماضي والحاضر والمستقبل شنو هن ذني هذه أبعاد بعد زمني هذا هذا ممكن اختراقه وهو نسبي من نقطة في الكون إلى نقطة أخرى فكيف مع نظرية الأبعاد المتعددة كيف مع نظرية الأوتار أوتار الطاقة نظريه ام هذه ام ثيري بعد القضيه اعقد واوسع يقول وكاني انظر الى اهل الجنه يتنعمون في الجنه ويتعارفون وعلى الارائك متكئون وكاني انظر الى اهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي دا أسمع ده أشوف لذلك أنا وضعي مختل مصفار ونحل جسمي وبكاء وإلى آخره أنا ده أشوف أشياء وأشعر أشياء وأسمع أشياء أعجبتني أدهشتني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان هذا وصل لليقين واستنار قلبه ثم قال له إلزم ما أنت عليه ليش قال له إلزم ما أنت عليه لأن اليقين فطرات وأصعب شيء كما قررنا في الأسبوع الماضي شنو كان استبقاء حالة اليقين هذا أصعب شيء انه يستبقي هاي الحاله يصير يستبقي هذا النور في قلبه جدا صعب النبي صلى الله عليه واله اوصاه بهذا قال الزم ما انت عليه حاول تحافظ على هذا اليقين هذا الرجل كان ذكي هذا الشاب كان ذكيا ففورا سال النبي شيئا حقيقه كان ذكي رحمه الله عليه فقال الشاب ادعو الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك حتى أنا اليقين هذا لا يروح من إيدي أنا أريد بسرعة بس أختم حياتي بهذا اليقين بعد أكو أحسن من الشهادة خلص ادعوا لي أنا أريد هذا الشيء فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله تقول الروايه: فلم يلبث ان خرج في بعض غزوات النبي صلى الله عليه واله فاستشهد بعد تسعه نفر وكان هو العاشر. من هو هذا الرجل؟ الروايه التي تليها عن ابي بصير لانه هذه الروايه موثقه اسحاق مرويه عن اسحاق بن عمار. الرواية التي تليها عن أبي بصير نفس الرواية ذكر فيها اسم هذا الرجل وهو حارثة بن مالك بن النعمان الأنصاري رضوان الله تعالى عليه شاب من شباب الأنصار استشهد في غزوة مؤتة مع جعفر الطيار عليه السلام كان عاشر المستشهدين بتلك الغزوة هذا شوف وصل نفسه الى مرحله اليقين فبدا يسمع الابعاد الاخرى ويرى الابعاد الاخرى اليقين اذن يمكن ان يوصلك الى حاله تستطيع بها ان تنفذ ببصرك وسمعك الى تلك الابعاد الغيبيه المجهوله غير المرئيه فليكن كل منا عاقدا العزم على ان يصل الى هذه الحاله بالاستعانه بالله تبارك وتعالى والتشفع بمحمد واله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين والمواظبه على التقوى والورع والجهاد في سبيل الله عز وجل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لعل ذلك يجعله من الصالحين السعداء هذا وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين